قطعة ملابس لا تستعيرها. قال قبعة 22 نقطة. أنت قلت ملابس داخلية، الملابس الداخلية، وهذه لا يمكن عندهم يا أخي. إذا صح 33 نقطة، وباقي لك 3 نقاط فقط على سؤالين ممكن تجيبهم. طبعا ثلاث، خلينا نشوف السؤال الرابع. شيء تأكله في إيطاليا. قال بيتزا 31 نقطة. أنت قلت بيتزا، قلت غيرها لازانيا، قلت لك اللازانيا. ها ليش ما قلت باستا مع ماكرونة مثلا؟ لازانيا يعني ماكرونة. أي با باستا ماكرونة سباكيتي، سباكيتي مثلا. بس أنت قلت اللازانيا، واللازانيا جابت لك إيش قد؟ الآن 197 نقطة. خلينا نشوف، حتى لو نقطتين عم الله، خلينا نشوف الآن. واثق تفضل تفضل. مبارك 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 مبارك. تعال استاذ. لا اليوم عطل اليوم بالجوله الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، يعني ما شاء الله قدروا ان يحققون فوز بالجولات الخمسة إلى وصول إلى أسئلة السرعة، وأخذوا الجائزة باستحقاق خاصة في أسئلة السرعة. إذن باسمكم جميعا أعزائي المشاهدين نقول لهم مبارك لكم هذا الفوز، ونبحث الآن عن توني اللي يجيب لنا 10 مليون. إلي وين توني؟ توني وين؟ توني وين؟ توني ذاك هو؟ تعال تعال تعال، بس حتى تجيبها جيبها 10 مليون دينار عراقي. إذن ألف 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 مبروك.